وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شدة تأثيره على النفوس. لذلك من أسباب ولذلك من أعظم أسباب دعوة غير المشركين إلى هذا القرآن إلى هذا الدين أن تسمعهم كلام الله، سواء كان مسموعا أو تعطيهم تفسير القرآن العظيم، فبإذن الله يؤثر في نفوسهم، لا سيما إذا سمعوه. لماذا؟ لأن القرآن متوافق للفطرة، فأتى القرآن العظيم في آياته في نسق آياته وترتيبه ومعانيه متوافقة لما في القلب، فالقلب يتعطش له، فإذا سمع ذلك يتحرك القلب له. فهنا رجل كافر لو اعتصم بالمشركين ليحمى، الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سوف يؤثر فيه كلام الله عز وجل. وإذا كان القرآن يؤثر في المشركين فمن باب أولى أن يسعى الإنسان المسلم في تأثيره على قلبه. والله عز وجل ذم من لم يحرك القرآن قلبه، قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا أردت أن تعرف كما قال ابن القيم محبتك لله فاختبر نفسك في سماعك لكلام الله، إذا كنت تتلذذ بسماع كلام الله فهذا علامة محبتك لله. لذلك لو أن شخصا أحب زوجته مثلا وهو في بداية الخطوبة بعد العقد عليها قد يكلمها كثيرا يتمتع بكلامه وبألفاظها، لماذا؟ لوجود المحبة في قلبك لها. وكذلك الرجل الذي لا تحبه لا تحب أن تسمع صوته أصلا، والمسلم الصادق الذي يجد لذة الإيمان بإذن الله ومحبة الله ليختبر نفسه في سماع كلام الله، إذا كان يتلذذ به فهو بإذن الله أمار من أمارات محبتك لله سبحانه.